كان شغال جاب لي حاجة كده ولا عالبال سمعت اسمي ويا السؤال بجابة جامدة جت في الحال ليش هيك؟ سؤال غلس أو سهل لطيف يجاوبوا لينا أبو العريف بروجرام لذيذ ودمه خفيف على سات 7 كيدز ظريف لكل ولادنا في أي مكان كويت وتونس مصر ولبنان ابعت سؤالك هنا والآن هرد عليه وإيش طيما ليش هيك؟ ليش هيك؟ يعني انا شخصيا نفسي ابقى واقف هنا كمان علشان خاطر اخد القلب. خدتوا بالكم ايه الحاجه الحلوه اللي مرسومه هنا يا مامير؟ الاول قبل ما نمشي ازيكم وحشتوني جدا 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 واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ليش هيك على الهوا. تعالي بيبو وبص هنا وشوف بابا يسوع بيعمل ايه. حلوه بص شوف بابا يسوع بيعمل ايه. شايف القلب ده؟ ده قلب بابا يسوع. بعدين بيديه لابو سمره السكره وبعدين في ابو سمره السكره تاني هو واقف اهو شايف ازاي بس عنده سنان وشكله يعني ولد بسيط جدا وغلبان. اللي بيحصل النهارده يا امير هو ان الرب يسوع بيمسك قلبه يديه الامور فيكو ولازم كل واحد فيكو يديه لامور من الامامير التانيين اللي جنبه. والقلب زي ما احنا عارفين بيبقى علامه على ايه؟ عن الحب والمحبه. برافو عليكو. اتفضل يا بيبو اتفضل. ميرسي جدا جدا عشان شرفتنا. اتفضل ريك الباب فين؟ اتفضل اتفضل يا فندم. حاسس ضهرك حاسس ضهرك متخافش متخافش. ميرسي يا بيبو قوي قوي قوي. اهلا بيكم يا امامير. وقبل ما ابتدي الحلقه النهارده حابب اني اعتذر ليكم كلكم لاي امور واموره اتصلوا بينا النهارده من الساعه 5. انا عايز اقول لكم ان الساعه 5 كنت قاعد كده ايه الحلقه كده ايه بنحضر وبنقرا وشويه حاجات وسمعت بقى كميه تليفونات وبولا اتكلم وكورلوس اتكلم وساندي اتكلمت وفي حاجات كتيره قوي 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 ومكالمات ضخمة العدد. حلوة ضخمة العدد دي من الأمامير اتصلوا بينا على ليش هيك. فأنا بقول لكم من هنا ورايح معاد الحلقة هيبقى الساعة 6 مش الساعة 5. كل يوم جمعة الساعة 6 مش الساعة 5 وجايبين مع بعض الساعة اللذيذة اللي هي بتقول ايه؟ Let's have fun. دي واحدة المغزر بصوا بقى 6 o'clock. يبقى دايما دايما يا أمامير شكرا نظبط ساعتنا يوم الجمعة الساعة 6 مع ليش هيك على الهوا بدل الساعة 5. وتاني مرة بعتذر لكل الأمامير اللي هم اتصلوا بينا من الساعة 5 وكانوا فاكرين ان الحلقة الساعة 5 من الأسبوع الجاي. ابتدوا اتصلوا بينا من الساعة 6 ل 7 مع ليش هيك على الهوا. النهاردة زي ما قلنا وشفنا في الكاركاتير اللذيذ اللي كان رسمه لنا عم منير زخاري بنتكلم عن المحبة. والنهاردة هنتعلم مع بعض ونسأل سؤال بسيط قوي قوي قوي. أعمل إيه علشان اللي قدامي يعرف إني أنا بحبه؟ ممكن أعمل حاجات كتيرة مثلا يعني ممكن أشتري مثلا لحد شوكولاتة ممكن مثلا أعمل لحد حاجة حلوة هو بيحبها وأعمل شوية حاجات لطيفة مع الناس وأبقى مثلا لذيذ وبسمع صوتهم ومشجع دايما جدا ليهم. كل الحاجات دي في منتهى الجمال. إنما في بعض الحاجات المهمة اللي عملها الرب يسوع وحطها فينا علشان نعرف نحب بعض ازاي. عارفين يا امامير يسوع قال آية في منتهى الجمال قال ايه؟ هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. ودي الآية بتاعت النهاردة تاني مرة. هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. ما تنسوش عايزين نسمع تليفوناتكم وحلو نسمع تليفوناتكم دي نسمع كل اسئلتكم على التليفونات الموجودة قدامكم على الشاشة. وما تنسوش 017-466-47 ده الاس ام اس ها و 017-464-47 و 017-465-47 تكلمونا وركزوا معنا في الموضوع اللذيذ اللي اصلا هو محور علاقتنا مع الرب يسوع انه ازاي احب الناس اللي حواليا. النهارده كمان عايز اقول لكم حاجه لطيفه جدا. فاكرين الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن ازاي اكون شبه الرب يسوع في حاجات كتيره قوي. النهارده هنتعلم ازاي نكون شبهه في اوقات صعبه وان احنا نيجي نحب الناس اللي قدامنا.
زي ما انتوا عارفين يا امامير، النهارده عندنا كام موضوع كده وكام حاجه كده عايزين نصلي لها مع بعض كتير قوي قوي قوي. حاجه من الحاجات المهمه اللي عايزين نصلي لها سوا مع بعض هو ان بعد بكره اللي هو يوم 7 نوفمبر في يوم صلاه كبير قوي 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 يا بيبو، يوم صلاه عالمي لسات 7. فمن فضلكم يا امامير، وانا عارف ان انتوا لما بتصلوا ليسوع يسوع بيسمع وبيستجيب، حطوا سات 7 قدام الرب يسوع وصلوا لها، وصلوا لسات 7 كيدز، وصلوا لكل حاجه انتوا عاوزينها هتبقى في القناه. حاجه تانية مهمه قوي 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 عايزين نصلي لها، وهي في بنت اموره قوي كده، تعالى بيبو، اسمها جوال. ايوه جوال، جوال دي بنت زي العسل كده، اموره صغيره قوي في سنكم ويمكن اصغر كمان، هتعمل عمليه بكره، عمليه كبيره قوي 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 هنا في الكلى، هتعمل حاجه كده، هتشيل حاجه وتحط كليه، يعني موضوع صعب شويه على بيبي صغير. فدلوقتي انا عايز كلنا مع بعض، كلنا مع بعض نغمض عينينا ونرفع جوجو ليسوع. شايفين القلب بتاع يسوع بيديه لابو سمره السكره، وابو سمره بيديه لابو سمره السكره تاني، احنا كمان عايزين اكننا كده ماسكين جوال وبنقدمها للرب يسوع ونصلي لها ونحطها قدامه ان هي تطلع من العمليه زي الفل. كلنا هنصلي، اوكي؟ يلا بينا. يا رب يسوع انا بشكرك من كل القلب يا رب، علشان يا رب انت ما فيش تجربه بنخش فيها يا رب الا وهي بنقدر ان احنا نعدي بيها يا رب من خلالك يا رب يسوع. يا رب يسوع بسلم بين ايديك يا رب جوال، بسلم يا رب بين ايديك يا رب جوجو يا رب، وهي يا رب انت اكتر واحد يا رب حاسس بألمها يا رب وضعفها يا رب. يا رب انا مع كل الامامير الصغيرين اللي بيتفرجوا يا رب دلوقتي على سات 7 كيدز وعلى سات 7 كمان، برفع يا رب جوجو يا رب بين ايديك يا رب، اديها قوه باسم الرب يسوع، وادي قوه كمان يا رب لمايكل يا رب ان هو يتحمل يا رب، وانا يا رب متخيل يا رب ومؤمن جدا يا رب ان هي هتقوم يا رب زي الفل في اسم الرب يسوع. يا رب احنا مش هنوصيك على اولادك يا رب يسوع، هي بين ايديك يا رب، خليك يا رب معاها جوه اوضه العمليات يا رب، وامسك ايد الطبيب في اسم يسوع، امين. اوعوا تنسوا ان احنا من حوالي كام حلقه كده صلينا لجوي وجوي بقت زي الفل، واحنا كمان مؤمنين انه لما نيجي نصلي لجوال حاجات كتيره قوي قوي هتتغير وهتقوم من العمليه بالف سلامه، ومايكل يجي كده يبقى موجود معانا وكل حاجه تبقى زي الفل. مش عايزين ننسى يا امامير الايه بتاعه النهارده اللي بتقول هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم، وهنعرف في الحلقه النهارده ازاي يسوع حبنا، علشان كده احنا كمان لازم نحب الناس بنفس الطريقه اللي يسوع حبنا بيها زي ما شفنا في الكاريكاتير. معايا النهارده صوره في منتهى اللذاذه قبل ما نخش ونقرا اسامي الامامير اللي اتصلوا بينا الاسبوع اللي فات، عايزها كده كل واحد فيكم يتامل فيها ويبص عليها كويس قوي. ادي الصوره، تعال معايا هنحطها هنا سوا مع بعض، بس قبل ما نعلقها عايزكم تبصوا عليها وتركزوا. شايفين الرب يسوع بيعمل ايه؟ الرب يسوع واخد في حضنه اموره صغيره في سنكم كده ويمكن اكبر شويه، وبيطبطب عليها وبيحن عليها. انتوا اكيد حاسين الرب يسوع هو حاسس بايه والبنت الاموره حاسه بايه. انتوا عارفين يعني ايه البنت كده في حضن الرب يسوع؟ يعني قلبها جنب قلبه وبتاخد منه كل حاجه وتعيش بيها. احنا عايزين نتعلم نبقى كده، اي حاجه تضايقنا نقرب من الرب يسوع، ولازم نتعلم نحب بعض بنفس الشكل ده وبنفس الطريقه دي. يسوع قال كده هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا، يعني ابو العريف يحب الامامير والامامير يحبوا بعض كما احببتكم، زي ما الرب يسوع بيحب الاموره الموجوده وبيديها محبه غير عاديه. هحط الصوره دي النهارده على فكره على المنشر علشان خاطر كل شويه كده يبقى عندنا الصوره بتاعت عمو منير والصورة كمان الجميلة، علشان دايما 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 نفتكر ونعرف قد ايه قد ايه قد ايه الرب يسوع بيحبنا، وان احنا كمان ما ينفعش نحب بعض حب اقل من كده شوية. تعال معايا بيبو نبتدي حلوة بيبو زي. على فكرة قميص زيتي يجنن، طبعا انتوا مش قادرين تشوفوا بيبو، ها هو بيشكر بطريقته، ها فيري لينس ثانك يو، حلوة ثانك يو، على فكرة اسمها ثانك يو مفيش ثانك يو دي خالص. المهم تعالوا سوا نشوف عندنا الأسامي الجميلة اللي اتصلوا بينا الأسبوع اللي فات. عندنا باسنت علاء فهمي وكيرولوس ماير شرقاوي، مريم هاني جورج، وبولا ناجي، وكيرولوس مسعود. في بولا ناجي وفي كيرولوس مسعود، لو حطينا ناجي جنب مسعود هيطلع اسم حد عزيز عليا جدا جدا جدا. ما علينا، عندنا كمان مينا صبري، ازيك يا مينا؟ هنجاوب سؤال اسانسير النهارده على فكره. ومارتن عادل نسيم، ازيك يا مارتن؟ ويؤنا رؤوف جرجس بنت خاله، وكارن ونادين امير نبيه، وانجي مجدي نجيب. معلش بقى شويه هنا عندنا نعمل بوز او هولد. النوجه حلوه، النوجه اتصلت بيا الاسبوع اللي فات، والحقيقه هي اتصلت بيا في وقت كانت الحلقه خلصت على طول،
فرديت عليها وقلت لها ايوه انجي، وسالت سؤال مهم جدا وهو مين اللي اخترع الكمبيوتر، وحاولت ان انا اجاوبه لها بسرعه شديده قوي قوي. لكن الاهم من موضوع السؤال ان انجي المره اللي فاتت قالت لي حاجه مهمه قوي قوي قوي. احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت وبنسال سوا ازاي نقدر كده نبقى شبه الرب يسوع. قالت جمل مهمه قوي. انجي قالت انا عايز ابقى شبه الرب يسوع، فان اي حد لما يجي يضايقني ما ازعلش منه وما اشيلش جوايا، وانها تتعلم ازاي تحب وتسامح كل الناس كل الناس. ميرسي يا انجي جدا 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 على المكالمه اللذيذه دي. انوش على فكره بنت زي القمر كده وبتلعب باليه وحاجه في منتهى الجمال، وهجاوبك على السؤال ده سواء الحلقه دي او الحلقه اللي جايه يا انوجه على حسب ما الوقت يسمح يا قمر. ثانك يو. تعالوا سوا نرجع ونشوف معانا كمان ريمون نجيب نصحي وسوزان ناصف سعد وبارثينية مجدي ميلاد وناير نادر شكري وباسم علاء فهمي وفادي عاطف وبيتر هاني موريس. دول اسامي الامامير اللي اتصلوا بينا الاسبوع اللي فات. كمان بعت لنا اس ام اس ولاد لوزاز وزي العسل تولين وانطون مجدي وايزك وفيرونيكا ومارسيلينو بشاي. مارسيلينو يا سلام يكلمنا من السودان يبعت مسج. وساره عايد عبد الله غالبا ساره بعتت مسجين الاسبوع اللي فات. ميرسي جدا جدا يا امامير على كل المكالمات والاس ام اسز اللذيذه اللي انتوا بعتوها للبرنامج الاسبوع اللي فات. واوعوا تنسوا ان ايه النهارده بتقول هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. يا مخرج يا جميل، هو احنا معانا تليفون ولا انا بيتهيأ لي؟ يا تعالوا نشوف اول تليفون معانا نقول الو. مين معانا؟ مين؟ ازيك يا ماري؟ الو، ازيك يا ماري؟ ازيك، انت سامعاني كويس؟ اه مش معاك. حلو قوي. ممكن يا ماري توطي التلفزيون خالص خالص وتسمعيني بس من التليفون؟ طب ماشي، اتفقنا. قولي لي يا ماري. ايه يا ماري؟ الو. ايوه يا ماري، انتوا كلكم هتخشوا من خلال التليفون ولا ايه؟ قولي لي يا ماري، انت عندك كام سنه؟ عندي 11. 11 سنة، حلو قوي. انت عارفة يا ميري النهاردة بنتكلم على ايه ولا لأ؟ اه بنتكلم على ايه قوليلي؟ محبة بابا يسوع. برافو عليكي. بنتكلم ازاي نحب بعض زي ما الرب يسوع حبنا. عايز اسألك سؤال يا ميري، ممكن سؤال سريع كده؟ ايه؟ ممكن اسألك سؤال سريع؟ ماشي. السؤال بيقول ايه هي الحاجة اللي انت ممكن تعمليها تخلي الناس اللي حواليك تحس انك بتحبيهم؟ المساعدة. حلو جدا. وايه كمان؟ وايه كمان؟ الناس متخلصش يزعلوا مني. هايل جدا، حلو. وايه كمان؟ لا ابدا، انا بس بسمع رايك وحب جدا جدا ان انا اعرف رايك. مين اللي بيعيط جنبك يا ميري؟ مين اللي بيعيط؟ اختي. اختك اسمها ايه؟ اسمها مارفي. اسمها هارفي ولا مارفي؟ هارفي ولا مارفي؟ هارفي ولا مارفي؟ مارفي. مارفي، طب سلمي عليها وطبطبي عليها كده، اتفقنا؟ طب ما انا طبطبت عليها وسكتت. اه طب كويس جدا، دي حاجه كويسه على فكره. دي من الحاجات اللي يسوع بيحبها قوي. شفتي الصوره اللي كنا ماسكينها من شويه لما الرب يسوع واخد في حضنه كده بنت اموره كده زيك او زي مارفي كده؟ شفتي الصوره دي؟ اه شفتها. حلو جدا، زي ما انت عملتي بالظبط كده. انت خدتي اختك في حضنك وهديت كده. في حاجه تاني تحبي تقوليها لليش هيك على الهوا يا قمر؟ اه ممكن اسال سؤال؟ اه طب اسال سؤال. ايه سؤال؟ ها؟ هو ليه بابا يسوع يعني ما ينفعش بابا يسوع هو كان يفدينا على حاجه غير الصليب؟ اه حاجه تانية غير الصليب؟ اه ليه ما كانش ينفع الرب يسوع لما كان على الارض، قصدك ان هو يموت بطريقه غير الصليب مش كده؟ اه اتفقنا يا ميري. ميرسي يا قمر على سؤالك اللذيذ ده. طيب يسوع بيحبك، خلي بالك من نفسك. باي يا ميري. باي باي. يسوع بيحبك قوي. باي يا عسل. ميرسي جدا جدا يا ميري على السؤال اللذيذ اللي انت سالتيه. وميري كانت بتسال وتقول ليه الرب يسوع لما كان موجود على الارض لما مات واتصلب مات مصلوب، ليه ما ماتش مثلا بطريقه تانية مثلا؟ هجاوبك على السؤال ده الحلقه الجايه يا ميري. لكن عايزين نشوف ميري قالت ايه دلوقتي. قالت انا لما احب ان انا احب حد او ابين له محبتي بعمل حاجه مهمه قوي، بساعده. دي حاجة من الحاجات المهمة قوي 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 ان الرب يسوع بيعملها لنا، علشان كده احنا لازم نتعلم ازاي نعملها مع اخواتنا في كل حتة تانية. ربنا يسوع بيساعدنا في الامتحانات، رب يسوع بيساعد الناس المحتاجة قوي قوي قوي. لكن خلي بالكم، الرب يسوع ليه ايدين اللي هم احنا، مش ليه ايدين كده بتمسك، لا ليه ايدين اللي هو احنا. احنا لازم نتعلم ازاي نكون ايد يسوع. ايد يسوع لما كانت على الارض كانت بتعمل ايه؟
كانت بتشفي الناس وكانت بتطعم الناس وكانت بتعمل حاجات كلها خير ومحبة. احنا كمان بما اننا ايد يسوع لازم نتعلم ازاي نكون قريبين من الناس ونساعدهم. يبقى اول حاجة نتعلم منها ازاي نحب الناس زي ما الرب يسوع حبنا، هو ان احنا نمد لهم ايد المساعدة وايد المحبة. عمرنا ما نسيب حد محتاج حاجة ونرميها. عارفين يا امامير، يسوع قال في يوم من الايام لو حد قال لك اديني الهدوم اللي عليك، اديني الهدوم اللي عليك، اديها له. ويسوع ما كانش قصده ان احنا نقوم قلعين الهدوم كده ونمشي في الشارع من غير ما نبقى لابسين حاجه، يسوع ما كانش قصده كده، لكن الرب يسوع كان قصده انه حتى الحاجات القليله اللي عندك شاركها مع الناس، ساعد الناس. انت عارف ان انت لو ما اديتوش يمكن اللبس ده بتاعك، يمكن ما حدش تاني يقدر يديله اللبس ده، وتبقى حياته صعبه قوي قوي قوي. فنمره واحد نتعلم من ماري انه نبقى دايما 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 نساعد الناس ونحب الناس ونقدم لهم ايدين المساعده، لان انتوا يا امامير ملح الارض ونور العالم وايد يسوع. عايزين يا امامير بسكش تعال بسكش تعال بسكش، ايوه فوق فوق فوق، ايوه ارمي كله بقى، حضن بقى حضن، ايوه حضن كله بقى، اوه بس كده. ايه ده هتخبط زنزور كده؟ لسه غارين الاكسدام، بينور بينور. عندنا شويه ايميلات لذيذه جدا جدا عايزين نقراها سوا. وعندنا اول ايميل جاي بيقول سلام ونعمه ليك يا انكل ناجي. انكل ناجي، انكل ناجي بتاع المعمل من المختبر، ازيك يا انكل، وحشتني على فكره. وبعدين وليك يا انكل ابو العريف، احنا مريم ومينا وميرسي ليك يا انكل ناجي على الكتب اللي بعتها لنا. وبعدين مريم بتقول انا فرحانه جدا لاني خلاص قبلت في كي جي 1 ولسه المدرسه مكلمانا امبارح وقالوا مريم تروح المدرسه. ايه الاخبار الحلوه دي؟ تروح مدرسه يوم الاحد، وبتشكر ربنا انها قابلت في المدرسه اللي بابا كان نفسه يدخلها فيها، والمدرسه جميله قوي، يا رب تبقى اجمل بيكي كمان. وماما بتقول لي لازم اذاكر علشان عندي مواد كتير مهم جدا، ماس وساينس وانجليزي. ايه المواد دي؟ الكتب بتاعتي جميله بس لسه هيدوني الهاي ليفل يوم الاحد اللي هو كتاب الانجليزي المستوى الرفيع. وصلوا لي علشان ابقى شاطره، وبابا بيذاكر لي علشان ابقى شاطره لان هو مدرس انجليزي وماما مدرسه فرنساوي. وميرسي جدا انكم بعتلنا الكتب وسلام. الحقيقه انا بنبسط قوي 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 ان ولاد يسوع كده بيبقوا متعلمين كده حاجات جميله، ماس وساينس وانجليزي وحاجات في منتهى الجمال. سلمي لنا على بابا وماما قوي قوي قوي، وقولي لبابا ثانكس يا بابا، وقولي لماما ميرسي 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 لان ماما بتدرس فرنساوي وبابا بيدرس انجليزي، حاجه فيري لانجويج، مش معقول، حاجه ممتازه خالص. عندنا كمان دلوقتي رساله من جيوفاني كرم اسكندريه، جوجو يا جوجو. جوجو بيقول ورسالة بقى فيها كمية ألوان مش طبيعية. هاي يا أبو العريف، وحشتني كتير جدا جدا. أنا أحب أن أقول لك إن التيشيرت وصل وشكرا أوي علشان التيشيرت، وأشكر كل العاملين في ساد 7 كيدز. وهل يا أبو العريف أستمر في المسابقات وأبعت لك على طول ولا لأ؟ شكرا جدا على التيشيرت والرب معاك، باي. يا جوجو يا عسل، هو أنتوا يا أمامير لو ما كملتوش في مسابقات معانا هنعيش إزاي؟ مش هنعرف نعيش. أرجوك أرجوك كمل في المسابقات وابعت، وكل شوية هنبعت لك حاجة لطيفة من ليش هيك، سواء تيشيرت بس بعد شوية أو كروت لطيفة من الكروت دي، وياريت تكتبوا عليها كل حاجة أنتوا بتحسوا بيها مع يسوع هنا ورا في الكارت اللذيذ اللي بيتبعت لكم يا امامير. عندنا كمان المخرج بيقول لي في تليفون لذيذ، مين على التليفون معانا؟ ايوه استاذ مالك. ايوه يا فندم، مين معانا حضرتك؟ ايوه ايوه حضرتك على الهوا، مين؟ ايوه ايوه مين؟ انا مهرائيل. ازيك يا مهرائيل، وحشتيني جدا. ايه بتقولي ايه؟ مش سامع. علي صوتك شوية يا مهرائيل، مش سامعك. مش سامع، بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ ايوه يا مهرائيل، انت عارفة النهاردة يا مهرائيل بنتكلم عن محبة يسوع. انت سامعاني كويس يا مهرائيل ولا لأ؟ ايوه سامعاني ولا لأ؟ ايوه معايا اهو. طيب كويس قوي، يسوع قال ايه؟ ازيك يا ابو العريف؟ اهلا وسهلا، ازيك انت يا مهرائيل؟ انا كويس جدا. انت عارف ايه الموضوع؟ بس ايه، زهقتي مني ولا ايه؟ مش معقول، احنا ما كملناش نص ساعه على الهوا، لسه بدري. بص يا مهرائيل، هو مين اللي بيعيط جنبك بس؟ ايه هي الايه؟ قول يا مهرائيل اتفضلي. احبوا بعضكم بقى كما انا احببتكم.
ميرسي يا مهرائيل، ميرسي جدا جدا على التليفون اللذيذ ده، وسكتي كده اختك الصغيره او اخوك الصغير وسلمي عليهم قوي قوي قوي. يسوع بيحبك. باي باي يا مهرائيل. يعني بصوا، يعني هي دي البساطه بقى اللي لازم كلنا نتعلم نعيش بيها. مهرائيل عملت حاجه لطيفه قوي، اتكلمت في التليفون بس علشان خاطر تقول الايه. عارفين من الحاجات اللذيذه برضو اللي احنا لازم نتعلمها ان احنا نحب الناس بيها، ان احنا نعمل حاجات بسيطه لبعض. مهرائيل اتكلمت واتكلفت فلوس وقعدت على التليفون وباباها جنبها والبيت كله كده قاعد ساكت علشان بس ترفع سماعه التليفون وتقول احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم، زي ما قال الرب يسوع. حاجه بسيطه قوي لكن بتفرق جدا جدا مع الرب يسوع، وبتفرق قوي 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 معانا هنا في ليش هيك. فاحنا يا امامير من الحاجات المهمه اللي احنا بيها نتعلم ازاي نقدر اننا نحب الناس اللي حوالينا هو ان احنا نعمل حاجات بسيطه. مش لازم كل حاجه نحبها نعمل حاجات كبيره وفظيعه وتكسر الدنيا، لا، ممكن كلمه صغيره، ممكن بونبونايه كده نديها لبيبي صغير او حد متضايق، يمكن فلوس قليله، يمكن جنيه، حاجة بسيطة خالص خالص معناهاش غيرها نديها لحد محتاج بجد في الشارع، يمكن كلمة حلوة نقولها لحد نفسه يسمع كلمة حلوة. هي دي الحاجة اللي معناها نبقى احنا ملح الأرض ونور العالم، ان نبقى بجد ولاد يسوع لما نعمل الحاجات البسيطة اللي في زحمة الدنيا دي. يا امامير محدش بقى بيعرف يعملها. اوعوا تفتكروا لازم نساعد الناس زي ما قالت ماري، ومهرائيل كمان قالت لنا اننا نقدر نقول حاجات بسيطة ونعمل حاجات قليلة قوي 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 تساعد الناس وتفرق معهم. تعالوا سوا نخش على بقية الايميلز عشان النهارده عندنا حاجات كتيرة قوي قوي قوي. عندنا ميرولا لطيف، وميرولا بتقول هاي يا عمو ابو العريف، انا ميرولا لطيف وانت وحشتني كتير جدا جدا جدا. وبعدين بتقول لرب يسوع صباح الخير رب يسوع. او هي دي الحاجة اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، كام واحد فينا بيتعلم ان هو يقول لرب يسوع صباح الخير يا بابا يسوع؟ هي دي الحاجات المهمة، لازم نتعلم كده لما نصحى الصبح نقول رب يسوع صباح الخير، هو هيصبح علينا بطريقته برضو، يبعت لنا حاجة حلوة، آية جميلة، يبعت لنا حاجة نعملها، لما نعملها نحسس الناس اللي حوالينا إن إحنا بنحبهم. مش لازم كل حاجة يعني الرب يسوع يعملها لنا تبقى لازم يعني إيه ناخدها لينا كده وتبقى بتاعتنا. لازم بابا يسوع يبعت لي فلوس، يبعت لي هدوم، يبعت لي لعبة، مش لازم أبدا كل ده يحصل، بالعكس. صح بيبو؟ صح. القميص الاخضر يجنن عليك، على فكره هو زيتشي مش اخضر. يا مين هتضحك على ايه؟ يا مين هتضحك فظيع عسل مين؟ فنتعلم دلوقتي يا امامير انه الحاجات البسيطه لما نعملها ربنا يسوع احيانا بيبعتها لنا علشان عارف ان احنا بس الناس الوحيده اللي نعرف نعملها. يعني مثلا يمكن بيبو بيعمل حاجه بسيطه اهو، بسيطه يعني ماسك الكاميرا كده وبنعمل حاجات لذيذه مع بعض ونلعب. لو بيبو مش موجود هتحصل مشاكل كتيره ويمكن البرنامج ما يبقاش طعمه لذيذ زي ما انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي. حاجه بسيطه بيعملها بيبو لكن حاجه مهمه. زرزور مثلا، مساء الفل يا زرزور، قاعد فاضي اهو. اهلا ازيك حبيب قلبي، ويلكم ويلكم، سيل ذوقك. زرزور هو موجود، لولا الهوهوه البسيطه اللي بيعملها كده في البروجرام وبيعمل لنا جو لذيذ يعني كان زمان مثلا برضو ايه ما كناش هنبقى مبسوطين قوي قوي قوي. ففي حاجات بسيطه احنا لما نتعلم نعملها في الحياه بتفرق مع ناس كتيره حوالينا. واوعوا تنسوا هذه هي وصيتي اللي بيقولها رب يسوع، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. تعالوا سوا نخش على الايميلات. عندنا كيرولوس ناجي من اسوان، سلام كبير بقى لكيرولوس والبولا لان هم هرينا تليفونات وايميلات وحاجات في منتهى الجمال. وبعدين بيقول شكرا على اهتمامك بينا يا ابو العريف، وانا كمان عاوز تيشيرت، عينينا الاثنين. وبعدين عندنا كمان صديق البرنامج اسمه اشرف بيقول لي هو عاوز يعرف ميعاد البرنامج ويتفرج على الحلقات الجديده. عايز اقول لك يا اشرف ان ميعاد البرنامج بيبقى الساعه 6 للساعه 7 كل يوم جمعه على سات 7 وسات 7 كيدز يا قمر. وبعدين بقى عندنا يا سلام ايميل من فيرينا ماجد، وفيرينا بتقول حاجات في منتهى الجمال، بتقول الى عزيزي المحبوب ابو العريف، سلام الرب معكم وعلى جميع العاملين في برنامج ليش هيك. ثانك يو ثانك يو. وبتقول يا ابو العريف شكرا على التيشيرت الجميل، هو وصلها وهو بتقول شكرا جدا 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 قوي، يعني مش بتقول بس شكرا جدا 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 بس، لا بتقول شكرا جدا 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 قوي. على فكره انا استلمت التيشيرت يوم الاربعاء الساعه 7:30 بالليل، ويعني الحقيقه هي مبسوطه جدا وهي متضايقه ان هي ما بعتتش شويه رسائل لانه علشان هي كان عندها امتحان وهي في انتظار رسائلنا عن قريب. ميرسي يا فيرينا جدا 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 على حاله الحب اللي انت عاملاها دي. وزي ما بنتعلم كده حتى من الايميلات الصغيره
هي قالت كلام قليل قوي وصغير قوي، لكن بيعكس محبة يسوع. بص بتقول ايه؟ بتقول انا اسفه اني ما بعتش لان كان عندي امتحان وانا في انتظار الرسائل بتاعتكم عن قريب. بتحسوا في الكلمه الصغيره دي يا مامير ان في قلب خايف علينا او بيحبنا قوي 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 قوي. كل الناس اللي حوالينا محتاجه كده، محتاجه ان احنا نحبهم. عارفين حتى اعدائنا، حتى الناس اللي بتعمل معانا حاجات تضايقنا او بتعمل معانا حاجات تخلي الواحد مش قادر يصدق ان حاجات بتحصل قدامها، حتى الاعداء. يسوع قال كده: احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم. يعني ايه يا ابو العريف؟ يعني حتى الناس اللي بتعمل معانا حاجات غلط وممكن تكون بتعمل لنا حاجات تاثر على حياتنا كلها، يمكن حاجات تبقى كبيره قوي قوي قوي، يمكن يكون كمان في ناس كتيره بتتاثر بيها مش جنبنا دلوقتي، لكن يسوع علمنا ان احنا نحب الاعداء ونصلي لهم وكمان نباركهم. هيبقى عندنا وقت النهارده في اخر الحلقه ان احنا نصلي لشويه حاجات مهمه كده ليها علاقه بالموضوع اللي هو احبوا اعدائكم احسنوا الى مبغضيكم. على التليفون لذيذ نقول الو، مين الاول على التليفون؟ الو الو، ايوه مين على التليفون؟ ماريو. ازيك يا ماريو، عندك كام سنه؟ 8. 8 سنين، كويس. انت سمعني كويس يا ماركو؟ اه. طب حلو ماريو، سوري يا ماريو، معلش اصل في ماركو هنا وفي ماريو هناك والحياه بقت فيري ماريو. ازيك يا ماريو؟ قول لي انت ممكن توطي التلفزيون خالص وتسمعني بس من التليفون؟ يعني احنا موطيينه بقى. طيب قول لي بقى، انت لما تيجي تحب حد قوي قوي قوي، ايه اكتر حاجه بتعملها له علشان تحسسه انك بتحبه يا ماريو؟ اكتر حاجه بتعملها عشان تحسس اللي قدامك انك بتحبه، ايه اكتر حاجه بتعملها مع بابا مثلا عشان تحسسه انك بتحبه؟ ايه اكتر حاجه؟ ايه كلامه، تسمع كلامه. وايه كمان؟ وايه كمان؟ اصلي له. حلو جدا. ايوه اصلي له واسمع كلام. حلو جدا جدا يا ماريو. في حاجه تاني؟ ايوه قول. هذه هي وصيتي، ان تحبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم. برافو، دي واحده، دي واحده يا ماريو. اسمع السقفه دي. ميرسي يا ماريو على التليفون الحلو ده. ميرسي. خلي بالك من نفسك، يسوع بيحبك قوي. باي باي يا ماريو. ميرسي يا ماريو جدا 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 على التليفون اللذيذ. شوفوا يا مامير، ماريو برضو قال لنا حاجه من الحاجات المهمه والغايه في الاهميه. بيقول علشان انا مثلا ابين لبابا اني بحبه لازم اسمع كلامه واصلي. يبقى احنا كمان علشان نقدر نحب الناس لازم نتعلم ازاي نطيع الناس. يعني مثلا بابا وماما وانا صغير مثلا، دي واحده ماشي، ايوه وانا صغير مثلا، مثلا يعني مثلا كان بابا مثلا يطلب مني حاجه، انزل يا ابو العريف اشتري عيش، وانا مثلا صغير بقى، وبعدين كده الساعه بقت 8 وفي برنامج في التلفزيون لذيذ بقى ومش عايز انزل بصراحه يعني، بس زمان ما كانش فيه ليش هيك يعني، كنت عايز بقى اقعد اتفرج يعني على التلفزيون، واقعد بقى بابا بقى يقول لي خد يا ابو العريف الفلوس وانزل هات العيش، اخد الفلوس ولا حاضر يا بابا، واقعد بقى شويه كده مش عايز انزل، ماما تقعد تقول لي يلا انزل بقى، انزل هات لبابا العيش، انا مش عايز انزل بقى، مش عايز انزل. لكن مع الوقت حسيت انه لو احنا بجد صوره يسوع واحنا ولاد يسوع وبناخد قلبه كده زي ما موجود في الكاريكاتير ومرسوم، يبقى احنا كمان لازم نسمع كلام بعض. لان بابايا انا، بابا ابو العريف لما كان بيديني حاجه عشان اجيبها يبقى هو كان منتظر يعمل ايه؟ كان منتظر اني انا اسمع الكلام وانزل فعلا اجيب له الحاجه. الحاجات البسيطه دي يا مامير هي اللي بتفرق قوي قوي قوي، بتفرق. علشان نحب بعض لازم نطيع بعض ونسمع كلام بعض. يعني ايه يا ابو العريف؟ انا عندي اخت صغيره وبتغلس عليا مثلا، وكل شويه تقعد تقول لي ايه، انا هاكل الشوكولاته بتاعتك، انا هاكل الشوكولاته بتاعتك، انا هلعب باللعبه بتاعتك او اعمل كده، حتى لو هي ما عندهاش حق مثلا، وممكن تكون هي كلت الشوكولاته التانية، لكن جرب كده، هي تكون كلت الشوكولاته بتاعتها وبرده عايزه تاكل الشوكولاته بتاعتك، جرب كده، جرب تسيبها تاكل الشوكولاته بتاعتك وشوف ده هيعمل ايه عندها هنا جوه كده، هتبقى مبسوطه وفرحانه، وانت كمان هتبقى مبسوط وفرحان، لاننا لازم نطيع بعض ونعطي بعض ونساعد بعض. ودلوقتي يا مامير قبل ما نخش على الايميلات يا بيبو يا قمر، ايوه القميص يجنن على فكره، في تليفون لذيذ معانا نقول الو، مين معانا على التليفون؟ انا سوزان. ازيك يا سوزان، عامله ايه؟ الحمد لله. سوزان انت عيانه ولا ايه؟ صوتك ماله، عندك برد؟ لا يا ابو العريف. اصل انا حاسس كده ان انت مزكمه شويه يعني.
يعني في الوزن خفيفة. سلامتك ألف سلامة. بس طب تلبسي هدوم تقيلة ولا لأ اليومين دول؟ إيه؟ بتلبسي هدوم تقيلة ولا لأ اليومين دول؟ لا لسه. طيب بس خلي بالك عشان لو عندك برد مثلا اشربي ليمون، خدي دواء كده يعني. حاضر يا بلعبيش. قولي لي يا سوزن، لما انت تكوني بتحبي حد قوي قوي قوي، ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها علشان الحد اللي قدامك يعرف انك بتحبيه؟ ايه اكتر حاجه؟ يعني في عيد ميلاده اجيب له هديه. حلو جدا. واساعده لو عايز مساعده وبس. هايل جدا جدا. في حاجه تانية مثلا في بالك؟ مثلا لو في حد مثلا تعبان مثلا في الشارع، او في حد غلبان مثلا، ممكن نديله مثلا الاكل بتاعنا ولا لا؟ الاكل بتاعنا احنا بس واحنا اللي ناكله، ولا نعمل ايه؟ لا هديله. تديله برضو الاكل بتاعك مش كده؟ ايوه. ده الكلام ده حلو قوي يا سوزان. طب قولي لي، انت عارفه الايه بتاعت النهارده بتقول ايه ولا لا؟ ايوه. تقول ايه؟ هذه وصيتي بوعد ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. برافو سوزان، انت ازاي حافظاها قوي كده؟ ازاي حافظاها بسرعه كده وبتقوليها بسرعه كده؟ ايه ده؟ ايوه انا حافظاها من زمان يا ابو. برافو عليكي، دي حاجه حلوه. طب واضح ان في حاجه تانية عايزه تقوليها ليش هيك على الهوا؟ عايزه اسال سؤال. نعم؟ عايزه اسال سؤال. ايه السؤال؟ قولي. هو مين اخترع الراديو؟ الراديو عينيا الاثنين. اتفقنا. بصي اخويا جوزيف عايز يكلمك. نعم؟ اخويا جوزيف عايز يكلمك. يلا اديني جوزيف بسرعه. يا جو ازيك؟ كويس. انت عامل ايه يا حبيب قلبي؟ كويس. انت كويس؟ ايوه. انت عارف الايه بتاعت النهارده بتقول ايه ولا لا يا جو؟ الايه. طب هي بتقول احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. ميرسي يا جو، انا بحبك قوي قوي. باي باي يا حبيب قلبي. باي يا جو. شوفوا حاجة برضو من الحاجات المهمة اللي هي جاية في وقت قريب من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. قالت ايه سوزان؟ سوزان قالت مثلا لما انا بحب حد قوي 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 مثلا بجيب له هدية في عيد ميلاده. حلو قوي. بص بقى، احنا النهاردة في شهر 11 وبعد شهر بالظبط داخلين على عيد ميلاد مهم جدا 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 بنحتفل بيه كل سنة في شهر يناير او في شهر ديسمبر، وهو عيد ميلاد الرب يسوع. فإحنا السنة دي هندي للرب يسوع حاجة مختلفة شوية. هندي للرب يسوع مش هدية حلوة، بس هندي للرب يسوع القلب بتاعنا. تعال بيب أقول لك حاجة. تعال ما تكسفش، تعال بيب بيتك. تعال. أيوة كده، القميص يجنن على فكرة. بص بقى، تخيلوا معايا العكس بتاع الصورة دي اللي رسمه لنا عم منير. تعال بيبو. آدي القلب بتاع أبو سمرة سكرة 2. لو خدوا ابو سمره سكره وادال ابو سمره سكره الثاني، وابو سمره سكره ادال للرب يسوع، تخيلوا يسوع هيبقى فرحان قد ايه. يبقى حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا بنتعلمها نديها للناس اللي بنحبهم هو ان احنا نديهم هديه. بس السنه دي مش عايزين في الكريسماس او في عيد ميلاد يسوع او عيد الميلاد المجيد ان ندي للرب يسوع بس حاجه كده عاديه، مش بس الذهب واللبان والمر. عايزين ندي للرب يسوع قلبنا. نعملها ازاي دي يا ابو العريف؟ يعني نطلع قلبنا كده ونقول له خد يا يسوع؟ لا طبعا، الاسهل ان احنا نصلي للرب يسوع ونخليه هو اللي يجي ويسكن جوه قلبنا. يا مامير، اي حد من فضلكم عنده اي تعليق لطيف على الكاريكاتير اللذيذ من بتاع عمو منير يا ريت يبعت لنا اس ام اس على الحاجات. ايه ده؟ ايه ده؟ مش معقول. طب انا عملت كده لذيذ على فكره، لذيذ. عايز البيبو بعتوا لنا اس ام اس على الارقام، وكلمونا كمان على التليفونات اللي بتبقى موجوده قدامكم على الشاشه من الاخر. يا امامير، عندنا دلوقتي كمان ايميل دمه خفيف جاي من بولا ناجي. مش معقول، بولا وكيرلوس كلهم يعني في نفس الوقت. بولا بيقول ازيك يا ابو العريف، انا بحبك كتير قوي قوي قوي، بس انا زعلان علشان انت ما ردتش على رسالتي ورديت على رساله اخويا كيرلوس، وكل يوم افتح الايميل مستنيك ترد عليا وعلى سؤالي وانا هبعت لك صورتي. بصوا بقى يا مامير، دلوقتي انا عايز اقول لكم انه كيرلوس فعلا وبالفعل بعت لنا صورته اللذيذه اللي هنشوفها كلنا دلوقتي قدامنا على التلفزيون، وانا مش عايزك تزعل مني ابدا. بص على التلفزيون، بص، ادي الصوره اللذيذه بتاعت بولا.
وانا مش عايز يزعل. بص قاعد كده وفي جينز في الموضوع والتيشيرت جميله وفيها حاجات لطيفه جدا. وعشان ما تزعلش بقى انا عملت لك صورتك وطبعتها بالابيض والاسود، اصل انا بحب جدا الابيض والاسود على فكره، وهعلقها على المنشر. تعالي بول، تعالي تعالي تعالي، فاكرين المنشر ده بتاع زمان؟ هنحط كده الصوره بتاعت بولا هنا على المنشر. انا مش عايزك تزعل ابدا 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 ابدا، انا بحبك جدا يا بولا، والرب يسوع كمان بيحبك. فلازم تبقى عارف كويس قوي 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 ان اي حاجه انت بتبعتها ليش هيك، او اي امور واموره صغيرين بيبعتوا اي حاجه ليش هيك او سات 7 كيدز، لازم 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 نرد عليها حتى لو اتاخرنا شويه. دلوقتي يا مامير تعالوا بينا نخش على شويه حاجات لطيفه تانية ونشوف. خد بقى الايميل اللذيذ ده. الايميل ده من جورج جالوف من سوريا، وبعدين جورج مبسوط قوي 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 من الترانيم اللي بتعملها مريان. مريان برنامج يلا نغني سوا، مبسوط قوي. وبعدين بيقول انا مبسوط قوي قوي من الفقرات اللي هي بتاعت ان هو يفك الترانيم من بعض لما تبقى متلخبطه كده، وبعت حل فزوره من الفوازير. انا عايز اقول لكم يا امامير ان مريان بتقدم البرنامج بتاعها بشكل مميز جدا، واضح يعني من الواضح ان في ولاد كتيره بيحبوا البرنامج ده، ويمكن قريب تبقى في مفاجاه يمكن كبيره جدا جدا، ونقعد مثلا نرنم مع بعض مثلا، او ممكن مثلا نقعد نلعب مزيكا سوا مثلا، وممكن نعمل حاجات لطيفه مع بعض. وعلى فكره بقى جوني برضو كان باعت، يعني عايز اقول لكم صوره في منتهى الجمال، هو نفسه اساسا مصممها بنفسه. تعالوا نبص كده على التلفزيون وبص يا جوني، شوف 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 الشكل الجميل اللي انت بعته. انا لما بصيت اصلا انبهرت، شايفين ده عامل هنا سات 7 كيدز، وبعدين هنا في واضح ان هم شخصيات لطيفه جدا جدا، وهنا في ليش هيك وحد بقه كبير. اتمنى ما يبقاش ابو العريف لان بقه كبير ممكن يكون ياكل اطفال. لا بهزر طبعا. ميرسي يا جوني جدا 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 على الصوره اللذيذه اللي انت بعتها. وعلى فكره جوني عامل الصور دي بايده، هو بيعمل حاجات كويسه قوي 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 وجميله على الجرافيكس. وبعدين دلوقتي اوكي عندنا شويه حاجات في منتهى اللذاذه. عندنا الاول ايه، عندنا ايميل لذيذ بيقول من فيرينا ماجد برضو، وبعدين هي بتسال سؤال في منتهى الجمال وبتقول هي فكره عندها كلب اسمه روي زي زرزور. ايوه عشان تبسط عم زرزور اهو، يا سلام. في روي وفي زرزور، مش عارف ليه كلاب كتير قوي في العالم اسمهم روي بس ما فيش كلاب كتير اسمهم زرزور، طبعا عشان ده بتاع ليش هيك. وبعدين بتسال سؤال، هي عايزه تعرف ازاي عم منير رسمه حلو كده، عشان هو موهوب، وعلشان الرب يسوع اداله موهبه في ايده وموهبه في عينه، وكل حد فيكم يا مامير يسوع اداله موهبه. وعلى فكره المواهب هي من الحاجات اللي بنعرف بيها نعبر عن اكتر حاجه بنحبها ناحيه بعض يا مامير. فلازم نتعلم كويس قوي 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 اننا نحب بعض ونقدم لبعض حتى الموهبه اللطيفه. عارفين يعني مثلا جوني دلوقتي، جوني جالوف من سوريا، عمل ايه؟ بعت لنا كده صوره حلوه هو عاملها حتى على الكمبيوتر، مش لازم يكون حتى عاملها بنفسه بايده. هو بيعبر ازاي هو بيحب ليش هيك. لو كل واحد فينا عرف ان هو يعبر لكل الناس اللي حواليه او لكل حد بيحبه قد ايه هو بجد من قلبه بيحب الشخص ده او بيحب الناس دي، حاجات كتيره قوي قوي في حياتنا هتتغير. دلوقتي اعتقد يا مخرج هنطلع بريك مش كده؟ ها لسه شويه. حلو حلو، كل ما نقعد مع بعض وقت اطول كل ما في حاجات لذيذه بتتعمل. دلوقتي يا مامير انا عايز اقول لكم كمان على حاجه، في معانا صوره لطيفه جدا برضو، صوره في منتهى الجمال. عندنا بقى صوره مين؟ عندنا صوره كيرلوس ناجي اخو بولا ناجي. كيرلوس اصلا 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 بعت لنا الصوره بتاعته، ومش هقول لكم دلوقتي الا لما تشوفوا قدامكم هي الصوره اللي بعتها اساسا شكلها عامل ازاي، لان الصوره دي لما شفتها انبسطت 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 كده. شايفين في الرسمه كيرلوس لابس ايه؟ لابس التيشيرت بتاعت ليش هيك اساسا. وبعدين هو اصلا بعت لي الايميل ده وقال لي بص انا لبست التيشيرت بتاعت ليش هيك اهي، وبعت لك الايميل يا ابو العريف علشان تبص وتكتشف بنفسك ان انا لابس التيشيرت بتاعت ليش هيك. وعلى فكره كيرلوس من اسوان، واحنا مبسوطين جدا جدا ان التيشيرتات بتاعت ليش هيك بتوصل اسوان. يعني في عندنا جيوفاني من اسكندريه وكيرلوس من اسوان، يعني في انتصار فظيع في المحافظات، حاجه مهمه جدا وفيري امبورتنت. تعالوا نخش على ايميل لذيذ جدا النهارده. على فكره بقرا لكم ايميلات طويله قوي لان انتوا عندكم كميه حب مش طبيعيه ناحيه البرنامج وناحيه قناه سات 7 كيدز. وبعدين ايوه عندنا اشرف اسعد. اشرف بيقول اهلا يا ابو العريف، انا اشرف من مصر. وبعدين بيقول انا بحب الرب يسوع علشان هو بيغفر لنا وكمان بيحبنا كتير، وان هو اتصلب علشاني، وكمان اللي بيعجبني في الرب يسوع انه رحيم وعطوف وبيحب كل واحد
مهما عمل خطيه. ميرسي قوي 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 يا اشرف. شايفين دلوقتي اشرف قال ايه يا ام امير؟ اشرف بيقول انا بحب الرب يسوع عشان بيغفر لنا وبيحبنا، وان هو اتصلب علشاني، وهو رحيم وعطوف وبيحب كل واحد مهما عمل خطيه. احنا كمان لازم نتعلم ازاي نحب بعض من غير ما حد، من غير ما اللي قدامنا يعمل لنا حاجه وهميه، يعني من غير ما اللي قدامنا يعمل لنا حاجه فظيعه. يعني عايز اسالكم سؤال، هل ممكن يكون مثلا بابانا هنا على الارض، او بابايا انا مثلا، بيحبني علشان خاطر انا بس بروح الصبح ابوسه كده، او ابوس كده خده مثلا، او مثلا اني بجيب درجات حلوه في المدرسه فبابا بيحبني؟ لا، الرب يسوع علمنا ان احنا، ان هو بيحبنا من غير ما احنا نعمل حاجه فظيعه. واحنا كمان لازم نتعلم نحب الناس من غير سبب، بنحبهم كده. ليه بنحبهم كده؟ علشان يسوع حط فينا الحب ده لبعض. وعايز اقول لكم حاجه تانية يا امير، انا عارف انها بتبقى صعبه قوي قوي قوي، ان حد مثلا فينا يكون مضايقنا ومزعلنا ومغلس علينا وبياكل سندوتشاتنا، ويمكن يكون بيضربنا في المدرسه او بيعمل حاجات مش لطيفه، ازاي احبه يا ابو العريف؟ يا امير الحب ده مش بيجي من عندنا، لان احنا لو حاولنا نعمل حاجات كتيره مش هنعرف نحب الناس، انما لازم ناخد من عند الرب يسوع الحب ده ونوديه للناس. هو ده معنى آية النهاردة، إنه أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. لازم علشان أنا أكون ابن الرب يسوع أحب ودي كل اللي عندي، زي ما شفنا في الكاريكاتير إن الولد الصغير خد قلبه وإداه لواحد تاني زيه، ما خدش ربع القلب ولا نص القلب ولا تلت القلب ولا حتة منه، لا، خد القلب كله، وزي ما خده إداه للرب يسوع، زي خده من الرب يسوع وإداه للولد اللي واقف جنبه. إحنا كمان لازم نتعلم إن إحنا ندي لبعض كل حاجة كل حاجة كل حاجة. دلوقتي يا أمير في حاجة في منتهى الجمال عايز أقراها لكم، وهو إيميل بقى جاي من مين؟ مش ممكن، من باسم قلادة من المنيا. بوس 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 بعت ايه؟ حبيبي ابو العريف وجميع افراد فريق العمل في برنامج ليش هيك الرائع. ايه الكلام ده كله؟ عارف يا ابو العريف، انا مش عارف اشكركم ازاي على مشاعركم الرقيقه تجاهي. ساعات كتيره بمسك نفسي عن البكا. ليه؟ بالعافيه، بسبب ردكم اللي مليان بمشاعر الحب واللي اتحرمت منها من زمان. فانتم اصبحتم بالنسبه لي مش بس اصدقاء، ولكن انتم بالنسبه لي عيلتي التانيه، واللي انا قريب منها جدا جدا جدا. تعرف يا ابو العريف ان ربنا بيكلمني من خلال كل جمله انتم بتبعتوها لي؟ فعلا ربنا يبارككم ويبارككم ويخليكم الى الابد. وبعدين هو مبسوط قوي 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 من موضوع الحلقه اللي فاتت، وبعدين بيقول انه الموضوع بتاع الحلقه اللي فاتت كان بيتكلم ازاي اكون انا شبه الرب يسوع، وبيقول لي كانت الترنيمه جميله قوي وكانت زي العسل، اللي هي رب يسوع علمني اكون رقيق زيك. وعنده اقتراحات لذيذة جدا جدا، منهم مثلا ان احنا نعلن عن موضوع الحلقة قبل الحلقة باسبوع علشان خاطر الولاد يبعتوا شوية حاجات. ميرسي قوي قوي على اقتراحاتك اللذيذة دي يا باسم. وبعدين بيقول هو بيشتغل مع الولاد الصغيرين او بيعمل معهم حاجات، لان هو بيعمل لهم حاجات في مدارس الاحد، وبيقول نفسي اشوف الجيل الجديد طالع اكتر سعادة لانهم ابناء الله يدعون، مش كده ولا ايه؟ يا عمو العسول ابو العريف، عمرك قد ايه يا عمو؟ بيسالني يعني عندي كام سنه؟ هبعت لك يا بوس. وبعد كده في الاخر بيقول ايه؟ بحبكم وبموت فيكم بوس. ميرسي يا باسم جدا 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 على الايميل اللذيذ ده. حاجه من الحاجات المهمه برضو اللي احنا لازم يعني ناخد بالنا منها كده في الايميل اللي هو كان بعته لينا باسم، هو ما بيقولش حاجه عن نفسه، باسم بيقول كل حاجه عن الناس، وبيبعت كل حاجه للناس، وبيطلع من قلبه حاجات حلوه قوي 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 للناس. هو ده المقصود بان احنا ندي قلبنا للناس اللي حوالينا، ما ناخدش كده كل الحاجات الحلوه لينا بس، لا، احنا ندي للناس ونبارك الناس. عارفين يا ام امير، برضو المثل ده قلناه المره اللي فاتت، الست اللي طلعت الفلسين اخر 2 جنيه معاها في جيبها وحطتهم للرب في صندوق العطاء، اخر حاجه معاها. هي الست دي ادت قلبها كله كده للرب، ما خدتش حاجه ليها خالص. واحنا لازم نتعلم ازاي ندي قلبنا كله 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 للرب. كل ما بنعمل كده كل ما ربنا هيسكن فينا اكتر ونحس بوجوده اكتر، ونتعلم ازاي نحب الناس على طريقه الرب يسوع. دلوقتي بقى عايز اوريكم، ميرولا بعتلنا صورتها، ميرولا بعتلنا صورتها، ميرولا بعتلنا صورتها، تحس كده في حاجه غريبه. ميرولا بعتلنا صورتها، بص بقى هتشوفوا دلوقتي صورة ميرولا على شاشة لطيفة قدامكم. وأنا بصراحة من بعد ما شفت الصورة اللذيذة دي، حلوة الصورة دي، الصورة اللذيذة دي، قررت إن أنا أطبعها علشان خاطر هي كمان الصورة بتاعتها تتحط على المنشر اللذيذ
برضو بالابيض والاسود لاني بحب جدا جدا الابيض والاسود. شايفين شايفين اللذاذه. وبعدين بقى ايه وراها؟ شجره الكريسماس. فاكرين هديه عيد الميلاد اللي كانت بتحكي لنا عليها سوزان من شويه وبتقول انه حبيبي لما يبقى عيد ميلاده جاي لازم اديله هديه او حد انا بحبه؟ كمان هي واقفه عند شجره الكريسماس اللي بترمز لعيد ميلاد الرب يسوع. تعالوا بينا سوا نحطها دلوقتي على المنشر اللذيذ. بام بام بام. ايوه ها 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 ها. الحقيقة الواحد مش عارف ينشر فين ولا فين، الحقيقة بقت في منتهى النشر. اتفضل معايا اتفضل معايا. ايوه اورايت. تعالوا بقى دلوقتي ناخد تليفون لذيذ ونخش على الأسئلة اللذيذة. سوري مين معانا؟ شالومي على التليفون. شالومي ازيك؟ ايوه 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 بتسلم عليك. اتفضل اتفضل. ميرسي يا فندم. شالومي ازيك؟ ازيك؟ ايوه انا ابو العريف يا شالومي، انت سامعاني كويس؟ ازيك يا ابو؟ انا مبسوط قوي قوي يا شالومي، اسمك حلو قوي قوي قوي. شالومي عندك كام سنه يا شالومي؟ قولي ازيك. انا كويس. قولي لبابا يسالك انت عندك كام سنه؟ كويسه. عندك كويسه. كويس جدا. وانا عندي كويسه كويسه ثلاثه كويسه. لا انت عندك كام سنه؟ كام سنة عندك كام سنة؟ شالومي قولي لبابا. كلمتك السنة اللي فاتت. انت كلمتيني من السنة اللي فاتت؟ معرض الكتاب. انت شفتينا في معرض الكتاب. عندك كام سنة؟ 6 سنين. حلو يا شالومي. بصي قولي لبابا يوطي التلفزيون خالص خالص واسمعينا بس من التليفون. اتفقنا؟ خلي بابا يوطي التلفزيون خالص. قولي لبابا يوطي التلفزيون بس يا شالومي عشان اسمعك كويس. ممكن؟ قولي لبابا يوطي التلفزيون خالص خالص يا شالومي. انا اتعلمت عليه. وانا كمان فاكر ان احنا اتقابلنا. ممكن بس توطي التلفزيون شويه شويه شويه؟ افتح التلفزيون. ما انا وطيته من بدري. طيب كويس قوي. انت شايفه النور الغريب ده؟ المهم قولي لي يا شالومي، انت عارفه الايه بتاعه النهارده بتقول ايه ولا لا؟ الآية بتاعت النهاردة بتقول إيه؟ أنا بحبك. بتقول إيه الآية بتاعت النهاردة؟ أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. شالومي أنت عارفة إن بابا يسوع بيحبك أوي أوي أوي؟ طب أنت نفسك تقولي إيه لبابا يسوع؟ نفسي أقول لبابا يسوع. أيوة. إيه؟ بتقولي لبابا يسوع انا بحبك خالص؟ يا شالومي وهو بيموت فيكي بيموت فيكي قوي 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 يا شالومي. باي باي يا قمر. باي. انتوا سمعتوا يا قمامير شالومي قالت ايه؟ ممكن تكون صغيره اهي وعندها 6 سنين بس عملت عمل واحد بس، حاجه واحده تخلي الرب يسوع مبسوط قوي قوي وقلبه يتفتح خالص خالص لشالومي. هي بتقول له انا بحبك خالص، وقالتها بقلب كبير، قالتها وهي بتعني كل كلمة وكل حرف فيها. الأول بس على قبل ما ندخل على شوية الإيميلات اللذيذة وشوية التليفونات، عايز أقول لكم شوية الأسئلة، التليفونات إزاي؟ عايز أقول لكم إنه عيد ميلاد مارك مدحت مكرم النهاردة وهو تم 4 سنين وكل سنة وأنت طيب يا مارك، كان نفسي أعملها لك مفاجأة بس بابا قفشني. المهم في حاجة كمان مهمة أوي 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 محتاجين نصلي لها وقلنا هنصلي لها في أول الحلقة. قبل ما نخش على الأسئلة لأنها حاجة في منتهى الأهمية، عايزين نصلي زي ما المرة اللي فاتت صلينا للسودان والمارسيلينو الولد الأمور اللي جاي من السودان، النهاردة كمان عايزين نصلي علشان خاطر العراق. أنتوا عارفين العراق بلد كبيرة أوي 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 جنبنا، بس هي مش جنبنا أوي، هي بعيدة عننا بحاجة بسيطة. حصل كده شوية مواقف غريبة الأسبوع اللي فات وإحنا كلنا عايزين نصلي علشان خاطر يجي سلام الرب يسوع على العراق. ممكن يكونوا في أمامير كتير منكم مش عارفين هي العراق دي فين، وهما بيتكلموا كام لغه ومش عارفين ايه اللي بيحصل، لكن لازم تصدقوا وتصدقوا كويس قوي قوي يا امامير ان الكلام وهو طالع من بقكم بيوصل على طول لقلب رب يسوع. تعالوا نصلي سوا للعراق. يا رب يسوع انا بشكرك يا رب من كل قلبي يا رب علشان انت اله حي. يا رب يسوع انت يا رب مش بتنام، بتبقى صاحي على طول وبتسمع كلامنا وبتسمع صلواتنا. يا رب يسوع انا بسلم من ايديك يا رب العراق،
بسلم بين ايديك يا رب البلد يا رب، اللي يا ريت يا رب انت سلامك يجي عليها يا رب كده ويحفظها يا رب من كل شر. بسلم يا رب كل الناس اللي في العراق يا رب، اللي كانوا يا رب اتضايقوا او حصلت حاجه تزعلهم يا رب الاسبوع اللي فات. يا رب انا عارف انك بتسمع كل كلمه من افواه ولادك الصغيرين. انا بسلم يا رب يسوع العراق بين ايديك يا رب، انه يحصل سلام يا رب فيها، وكل الناس يشوفوا فيها الرب يسوع. اشكرك يا رب في اسم يسوع، امين. قبل ما تمشي يا بيبو، زي ما صلينا كمان للعراق، عايزين نصلي لبلدنا لمصر، علشان زي ما في سلام كويس قوي قوي في العراق، يبقى في سلام كمان جامد قوي 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 في مصر. وبرده زي ما قلت لكم، مش عايزين حد فينا ما يصليش، لازم كلنا نصلي علشان خاطر العراق وعشان خاطر مصر. تعالوا بينا نصلي لمصر. يا رب يسوع اشكرك ان احنا اتولدنا هنا مصريين في بلدنا مصر، واشكرك يا رب يسوع ان البلد دي يا رب بتحبنا وبتخاف علينا. يا رب يسوع انا بصلي يا رب ان يكون في سلام يا رب وهدوء يا رب في البلد يا رب. انا عارف يا رب ان انت ايدك محاوطة البلد يا رب، وانت قلت كده في كتابك مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر. واحنا يا رب يسوع مع كل الامامير بنكرر يا رب انه مبارك شعبي مصر. ادي قوة يا رب من عندك يا رب، وبارك بلادي يا رب، بارك مصر، امين. شوفوا بقى، في حاجة مهمة عايزين نعملها سوا في البرنامج اللذيذ ده. زي ما احنا بناخد تليفونات وبناخد أسئلة وبناخد حاجات كتيرة، عايزين كمان أي حد فيكو عنده حاجة عاوز يصللها، ياريت 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 يبعتها للبرنامج على الإيميل أو على الويب سايت بتاع سات 7 كيدز. تعالوا بسرعة كده ناخد سؤال أو اتنين علشان خاطر نشوف عندنا كده بسرعة جدا، الوقت بيجري قوي قوي قوي. أيوة عندنا مينا صبري، مينا صبري بعته بيقول مين اللي اخترع الاسانسير. ميرسي يا مينا على سؤالك، وعايز اقول لك ان اللي اخترع الاسانسير ده راجل اسمه اوتس. ايوه راجل اسمه اوتس، ده كان راجل لذيذ. إليشا او إليشا اوتس، الراجل ده سنه 1853 اخترع الاسانسير. ومعايا شويه صور لذيذه لهذا الراجل اللطيف. الاول عايز اوريك شكل من الاشكال اللي هو شكل الاسانسير زمان كان عامل ازاي. بص على الشاشه هتلاقيه بشكل لذيذ جدا جدا جدا. ده كان اول تصميم للاسانسير. ولو بصينا بعد كده هنلاقي صوره للراجل المخترع اللطيف اللي هو اسمه إليشا اوتس سنه 1853. وبعد كده اتطورت الاختراعات، وسنة 1880 الخواجة سيمنز الألماني هو كمان اللي اخترع أو كمل الشكل بتاع الأسانسير. الراجل الأولاني أوتس ده كان بيشغل الأسانسير بإيه؟ بالبخار، إنما سيمنز كان بيشغل الأسانسير بالكهرباء. ميرسي جدا جدا، وعايز أقولك إنك كسبت معانا تيشيرت تقدم البرنامج. ليش هيك؟ يا مش مشكلة، المهم معلش عشان خاطر الوقت بتاع البرنامج، أنا بقولك أهو أنت كسبت تيشيرت أهي زي أهي. تيشيرت ايه لذيذة جدا. تعال عليا ولا يهمك. ايوه كده. ثانك يو ثانك يو. تعالوا سوا نخش على السؤال الثاني ونشوف. السؤال الثاني جاي من ابانوب منسى وبيقول مين اللي اخترع الكاميرا. يا ابانوب اللي اخترع الكاميرا او اللي فكر فيها الكلام ده كان زمان سنة 1685 كان راجل اسمه جون سترونجورف. والراجل ده بعد شوية بعد شوية اتطورت الدنيا وبقى في راجل تاني لذيذ كمل على اختراع الكاميرا، وكان الراجل ده اسمه لوي داجوغ، وده كان راجل فرنساوي هتلاقي شكله قدامك دلوقتي على الشاشة. الراجل ده هو اللي كمل شكل الكاميرات وصلها للأفلام اللي احنا ممكن نكون نعرفها دلوقتي. بعد كده كان في راجل اسمه جورج إيستمان اللي هو صاحب شركة كوداك بقى الشركة الكبيرة، هو ده الراجل اللي سنة 1880 و1900 اخترع الأفلام اللي احنا نعرفها. دي كمان صورة ليه، هو الراجل اللي اسمه إديسون، ده كوداك اهو وده إديسون. إديسون ده الراجل اللي عمل المصباح الكهربائي، هو اللي كان بيشتغل معاه في الاختراعات اللطيفة دي. وده شكل لأول كاميرا كانت بتتباع في السوق فعلا، وكانت من إنتاج شركة كوداك سنة 1905، وكان اسمها البراوني، غير البراون اللي بتتاكل على فكره. ميرسي جدا 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 على السؤال اللذيذ ده يا بنوب، وعايزك تقول ان انت كسبت معانا التيشيرت تقدم برنامج ليش هيك اللي هي عليا دلوقتي اهي. تشيكن ثانك يو ثانك يو. تعالوا بينا نشوف بعد كده عندنا في سؤال لذيذ من مارتن عادل، ومارتن بيقول ذاك مارتن الاول، ازاي بتتجوز السلحفه وبتبيض امتى؟ شوف يا مارتن، السلحفه بتقدر ان هي تبيض ممكن لغايه 30 بيضه في بطنها،
وبعدين ده بيحصل تقريبا في فصل الربيع من كل سنه، وفي اماكن تاني في الدنيا ممكن بس بدل ما تبيض مثلا في شهر في الربيع في شهر 4 او في شهر ابريل، ممكن تبيض في اوقات مختلفه خالص 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 من السنه. لكن عايز اقول لك ان هي بيبقى شكلها جميل قوي 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 لما بتبيض. انا جايب لك بقى شويه صور لذيذه جدا جدا عن السلحفه اللذيذه اللي هي شكلها لذيذ وممكن تبيض. بص كده على الشاشه جميله جدا ازاي، بص بص قد ايه بتبقى صغيره ولذيذه ويعني لسه طالعه وشكلها في منتهى اللذاذه. ادي صوره ثانيه للسلحفه بقى وهي خارجه اساسا من البيضه، بص نينجا تيرتلز على الاخر شكلها في منتهى الجمال. ميرسي جدا 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 على سؤالك اللذيذ ده يا ابانوب، ولان انت قبل كده كسبت معانا تي شيرت فالمره دي هنبعت لك حاجه مختلفه يا بطل. اخر سؤال معانا في حلقه النهارده، سؤال في منتهى اللذاذه وجاي جاي 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 جاي. ايوه بيقول من يوانا رؤوف، هي بنت خاله الولد اللذيذ اللي هو مارتن، وبتقول مين اخترع البيانو. ثانك يو يا يوانا. يوانا البيانو اساسا 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 قبل ما حد يخترع البيانو كان في اله موسيقيه اسمها هاربسيكورد. قولي ورايا هاربسيكورد، وده كان شكله شبه البيانو. وسنة 1700 في خواجة لذيذ جدا 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 اسمه بيتولومي او بارتولومي، بارتولومي استنى عشان هو اسمه طلياني جدا، ثواني خالص دي واحدة، كريستوفوري ولي ورايا مكرونة على الاخر بارتولومايو بارتو، انا اسف بارتو بارتولوميو بارتو. هو راجل طلياني لذيذ جدا، ممكن نقول عليه ان هو اسمه كريستوفوري بارتل 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 بارتو بارتولوميو. ايوه هي دي بارتولوميو، انا قعدت احفظ فيها 3 اربع ساعه اساسا قبل الحلقه. بارتولوميو كريستوفوري، والراجل ده اخترع شكل من بعد الهاربسيكورد عمل البيانو. وعلى فكره البيانو في الاول كان اسمه غريب قوي، كان اسمه بيانو فورتي، وكانت كلمه كبيره قوي، وبيانو فورتي يعني حاجه هاديه بس صوتها عالي، لانه بيانو بالطلياني يعني بالراحه، لما تقول حد بيانو بيانو يعني بالراحه. تعالي سوا نبص كده اجيب لك صوره في منتهى اللذاذه لذيذه جدا 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 للبيانو، وعايزك الاول تشوفي اساسا شكل الاختراع كان ايه اللي هو الهاربسيكورد قبل ما يخترع كريستوفوري البيانو. اهو ده شكل الهاربسيكورد. بعد شويه الراجل هو اهو كريستوفوري هو اللي معقدني اللي اسمه في منتهى الغرابه، اوكي هو ده اللي اخترع وكمل من الهاربسيكورد وعمل البيانو فورتي، وده كمان كان شكل من اوائل البيانوهات اللي اخترعها كريستوفوري في سنة 1700، وده شكله من فوق، ده الشكل بتاع الهاربسيكورد. ميرسي جدا 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 يا يوانا، يعني مولت جراتسي مولت جراتسي. انا فعلا اسف على بارتولوميو كريستوفوري، اهي جت تطلع دلوقتي، ها بارتولوميو كريستوفوري فيري بيانو فورتي، وبكره اشوفك احسن منه الف مره. معانا تليفون لذيذ نقول الو. مين معايا على التليفون؟ مين؟ الو الو ايوه مين معايا على التليفون؟ انا مريم. ازيك يا مريم، عندك كام سنه؟ 3. مريم انت عارفه ان الرب يسوع بيحبك قوي قوي قوي؟ قولي لي يا مريم في حاجة عايزة تقوليها النهاردة لبابا يسوع؟ في حاجة؟ الترنيمة. ايه قولي الترنيمة يا مريم قوليها. ربي يسوع بيحبني غفر ذنبي هنطم من الفرحة ونمشي معاك على طول حبيت من مسكت ولف أصحابي وأقول يسوع بيحبني شكرا يسوع بيحبني شكرا يسوع بيحبني شكرا يا مريومة. هاي ميرسي يا مريومة قوي 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 على الترنيمة اللذيذة دي. ايوه عايزة تقولي ايه؟ قولي لي يا مريومة. لما بعمل حاجة غلط بقول انا اسفة. برافو برافو، دي حاجة حلوة قوي. انت عارفة ان انت اول ما بتقولي انا اسفة مع الرب يسوع بينسى قوي يا عم بارك. ثانك يو يا حبيبتي ميرسي، وانا كمان بحبك قوي 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 يا قمر. باي باي يا مريومة. سوري يا مريومة خالص خالص علشان وقت الحلقة بيجري قوي قوي، كل حاجة بتجري معاكم بسرعة. عايز اقول لكم قبل ما نمشي بس السؤال بتاع النهاردة بيقول ايه؟ السؤال بيقول اعمل ايه وقت لما اتضايق من حد؟
احاول اضايقه على قد ما اقدر، يعني اعمل حاجه غلط برضو، ولا ابعد عنه واسيبه وابقى من جوايا مش طايقه، ولا افكر في اللي حصل واحاول اتكلم معاه واصلي له من قلبي بحب. انا عارف ان انتوا عملتوا او فكرتوا في الاجابه. في حاجه مهمه جدا عايز اسيبها معاكم قبل ما نقفل الحلقه اللطيفه دي، ان احنا اوعوا ننسى خالص خالص تصلي على شين سات 7 يوم 7 نوفمبر، وكمان نصلي على شين جوجو عشان هي هتعمل عمليه بكره، ونصلي لمصر قوي قوي قوي، ونصلي للعراق عشان السلام يكون موجود في كل مكان في العالم. دلوقتي يا مامير عايز اي حد فيكم من فضلكم شايف اي حاجه لذيذه، اي تعليق لطيف جدا جدا في الكاريكاتير بتاع عمو منير، يا ريت تبعت لنا على الايميل بتاع البرنامج. وانا بعتذر لكل الناس اللي حاولت تتصل بينا في البرنامج وما عرفتش، واحنا بنعتذر ليكم خالص خالص خالص. وعايز اقول لكم ان ميعاد الحلقه الاسبوع الجاي هتبقى من الساعه 6 لغايه الساعه 6 لغايه 6 ل 5 ازاي، من غايه من الساعه 6 لغايه الساعه 7 كل يوم جمعه على سات 7 وسات 7 كيدز. يا مامير اوعوا تنسوا، اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اوكي ماشي يا مامير، اشوفكم الاسبوع الجاي الساعه 6. باي.